أعزائي <applause> المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثي في هذه الحلقة في غاية الأهمية عن قيمة نفس البشرية نفسك في الميزان فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة لأن هذه الحلقة مصيرية وأبدية أيضا بتهم كل واحد منا بتهم كل مشاهد خليني في البداية أقرأ بعض الآيات من كلمة الله في الإنجيل المقدس بحسب بشارة مرقس الإصحاح الثامن ورح ابتدي من آية 34 ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لان من استحى بي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين وأيضا أقرأ بعض الآيات من بشارة متى في آية 28 من الإصحاح العاشر مكتوب "ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها" بل خافوا من بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقه مكتوب ماذا ينتفع الانسان لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه ابقى معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقه نفسك في الميزان قيمه النفس البشريه ليه الانسان ذات قيمه غاليه عظيمه جدا طبعا لما بنتكلم عن الانسان بنتكلم عن الانسان ككيان كامل بحسب رساله بولس الرسول الى اهل تسالونيك الاصحاح الخامس مكتوب اله السلام يقدسكم بيتكلم عن يقدس الجسد والنفس والروح وهذا مهم جدا احبائي ندرك إن الانسان فريد ومتميز جدا متميز جدا عن اي خلائق اخرى خلقها الله فايه اللي بيجعل الانسان متميز؟ ايه اللي بيجعل الانسان فريد من نوعه إيه اللي بيجعل الإنسان شخصية طبعا فريدة جدا أولا أحبائي لأن أصل النفس هي من الله اسمحوا لي أن أقرأ في رسالة أو سفر التكوين أول إصحاح في سفر التكوين الآية 26 ورح أقرأ الآية 27 من سفر التكوين في الإصحاح الأول في آية 26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخدعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله قد أو إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما وطبعا في الإصحاح الثاني والآية سبعة مكتوب وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا في الإصحاح التاسع عن قيمة وأهمية النفس بعد الطوفان الله بيتكلم مع نوح طبعا في عهد نوح في أي ستة مكتوب سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت أحبائي الإنسان مخلوق على صورة الله مثل ما قرأنا من الآيات ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا وبعدين بيتكلم عن هذه الصورة وأهميتها حتى قبل شريعة موسى الله بيتكلم في عهد نوح ويقول له سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأنه على صورة الله على صورته عمل الإنسان فالإنسان على صورة الله فإذا الأصل هي من الله نحن مخلوقون على صورة الله وهذا بيجعلنا متميزين فردين أشخاص فعلا نختلف نتميز عن كل الخلائق والرب تكلم في سفر حسقيال قال ها كل النفوس هي لي نفس الأب نفس الإبن النفس التي تخطئ هي تموت يعني كل نفس بتعصى الله هي راح تواجه طبعا دينونة الله لأن الإنسان مكتوب في سفر الجامعة لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها فإذا هذه النفس قيمتها غالية جدا قيمتها غالية جدا أحبائي لعدة أسباب وأنا رح أذكر بعض الأسباب إنه الإنسان مميز عن كل الخلائق بيختلف عن كل خليقه الله بحيث ان الثالوث الله المختلت يعني وقال الله الوهيم بصيغه الجمع نعمل بصيغه الجمع الانسان على صورتنا كشبهنا هذا يجعل الانسان يتفوق يتميز على كل خليقه الله كل خليقه الله الله طبعا يعني كل الكائنات الحيه جبلها من الارض. اما ادم نفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيا. فهذه المشوره الالهيه اللي بتعبر عن تاج الخليقه عن راس الخليقه عن سيد الخليقه عن الاهم في كل خليقه الله خلق الإنسان واحتاج إلى فعلا مشورة إلهية فالإنسان ذات قيمة عظيمة جدا لأن الإنسان مخلوق على صورة الله وعندما نقول الإنسان مخلوق على صورة الله يمكن البعض بيعتقد أنه هي الصورة الجسدية الله ليس له شكل ولا صورة الله روح والله مالئ السماوات والأرض حتى سماء السماوات لا تسعوا احنا في العين المجردة حتى من خلال التلسكوب ممكن نشوف مليار كوكب اللي هو عبارة عن بلايين النجوم فكم بالحرك كيف تصل إلى الله وكيف تقدر أن تعرف عمق الله وكيف تستطيع أن تنغمر في كل أساسات الله أو في كل ما هو الله استحالة لأن الإنسان يعني محدود ولأنه الإنسان يمكن المخ بتاعنا بنستخدم من, من 8 ل 10% بحسب ذكائك فالإنسان بحد ذاته لا يستطيع أن يستوعب الله بالكامل لأنه لو استوعبنا الله لأصبحنا آلهة فإذا الله كون الإنسان وعمل له أعضاء وجسم هاي الصورة هي صورة روحية أحبائي مش صوره جسديه هذه الصوره الروحيه يعني فيها العقل المفكر الله منح الانسان المنطق يعني بيختلف عن الحيوانات الله منح الانسان الضمير الله اعطى الانسان الاراده الله اعطى الانسان التمييز والله طبعا اعطى الانسان انه يتمتع بالاراده الحره أن يصنع القرارات وبصنع القرارات أخطأ آدم وحواء فعصت كل البشرية لأنه رأس طبعاً الجنس البشري هذه الصورة صورة طبعاً روحية نقصد فيها الصورة العقلية اللي بتتكلم عن النفس اللي هي مركز العقل الفكر الإرادة والمشاعر اللي فيها المنطق والضمير والتمييز والإبداع وفي طبعا يعني صنع القرارات وإلى آخره كله بيأتي من النفس هاي الصورة احنا مخلوقين على صورة الله نتمتع بصورة الله الأدبية فالإنسان اللي عندما خلق آدم كان شخص كامل الله خلق آدم وحواء بقداسه كامله بدون اي عيب وبدون اي خطيه وطبعا الله تكلم انه من كل شجر الجنه تاكل اما الشجره بيتكلم عن الشجره المحرمه اذا اكل من هذه الشجره قال موتا تموتا وطبعا الله كان بيتواصل كان في علاقه كان في شركه كان في لذه كان بيتمتع بخليقته وكان في أيضا تواصل هذه الصورة الأدبية للأسف انفقدت بسقوط الإنسان عندما استخدم الإرادة الحرة اللي الله أعطاه إياها أنه وسقط في فخ الشيطان وسقط الإنسان وعصى وهكذا كل الذرية عصت فلكن الله غرض الله من خلال المسيح أن يرجع الانسان الى الصوره الادبيه من خلال المسيح الى الصوره المقدسه المخلوق بحسب البر والقداسه مولودين من فوق كما يقول الكتاب المقدس وهذا يتم عن طريق الايمان بالرب يسوع المسيح نتجدد روحيا ونتجدد الى تلك الصوره عينها الصوره الالهيه تلبس الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه ما نسميها التجديد الروحي في عمل تقديس الانسان هذه الصوره هي صوره فعلا روحيه صوره ادبيه يعني وصوره عقليه اللي فيها المنطق والتفكير والمشاعر ايضا لكن هذه الصوره احبائي صوره اجتماعيه، الله كان بيتلزز بالخليقه كان كل يوم بيتمشى في الفردوس في الجنه مع ادم وكان بيتكلم بيتواصل عن طريق الكلام وكان بشوفه طبعا هذا هذه الصوره، كان معهم بشكل مستمر فالله خلق الإنسان على صورته الصورة الاجتماعية الله كان بيتواصل الله بحب من قبل خلق الإنسان وهون إحنا أجت فكرة عقيدة التثليث نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا فإذا إذا الله خلق الإنسان في ملء الزمان وإذا الله ناطق بكلمته وحي بروحه قبل وجود الإنسان مع من كان يتكلم ومع من كان يتواصل وكيف يظهر المشاعر الالهيه من محبه وكيف ندرك الصفات الالهيه من قداسه وبر فبالحتم الاب يحب الابن والابن يحب الاب وعندما خلق ادم الله احب خليقته الى ابعد الحدود محبه غير محدوده رغم انه الله كمل كلمته وفى بكلمته وفعلا الانسان سقط في الخطيه وانفصل عن الله وصار هذا الجسد يموت وصار في كمان موت ادبي وموت ابدي انه اذا الانسان ابتعد عن الله بيكون نصيب البحيره المتقده بالنار اي جهنم النار فصوره الله الاجتماعيه احبائي الله خلق الانسان ليكون في علاقه وشرك معه وأعطى الإنسان طبيعته لأن الإنسان على شبه الله من خلال المحبة والشركة بحبنا وبيرغب إنه نبادل الحب لله وإنه نتواصل مع الله وإنه نصلي ونسمع صوته ونكون في مركز مشيئته وإرادته أيضا ومثل ما قرأت في الإصحاح الأول طلب من آدم أن يسود وأن يتسلط على كل الخلائق الأخرى على الحيوانات وعلى طيور السماء وكمان خلق أعطى البزر حتى تنبت عشب في الأرض وأكل للإنسان والحيوان طبعا هذا كان قبل السقوط كان بيأكل من ثمر الأرض ورب أعطى الإمكانية لآدم أنه يزرع ويهتم فكان بيتسلط كان في هاي الصورة السياديه كما ان الله له السياده والسلطان على كل شيء فشارك الانسان في هذه السياده والسلطان من خلال طبعا اراده الله وهذا طبعا كرم الهي ان نكون على صوره الله فانت وانا كائنات مميزه فريد من نوعنا نختلف عن كل الخلائق وانه حتى يعني الله خلقنا بنختلف عن الملائكه وعن الارواح الاخرى فانت مخلوق على صوره الله مش الملائكه مخلوقه على صوره الله انت وانا ومخلوقين على صوره الله شيء اخر احبائي الانسان لانه مخلوق على صوره الله فالانسان كائن ثلاثي جسد والجسد طبعا اللي بنتعامل فيه من خلال الملموس من خلال المحسوس ايضا اللي منشوف في العين المجرده كل ما حولنا منذوق بنشعر بنسمع بنتكلم في النفس اللي طبعا هذه لا تشبع بالخبز ولا بالامور الدنيويه لكن تطوق وترغب الله وضع شيء في داخل الانسان انه تطلب الله وطبعا روح فهذا الكائن اللي هو الانسان متميز فالانسان هو جسدا ونفسا وروحا ايضا شيء اخر اللي بيخلي الانسان ثمين على صوره الله انه خلق الانسان انه هو مش بس موضوع الشركه والتواصل مش بس موضوع المحبه ايضا فالانسان هو موضوع فداء الله فالله خلق الانسان والانسان موضوع فداء الله لانه حتى عندما اخطا الله وعد بالفداء ومن هذاك الوقت الله عم بيرتب وسيله وطريقه انه يخلص الانسان من الخطيه. الانسان هو الوحيد اللي اخذ وعد بالخلاص والانسان هو الوحيد اللي نال هذا الخلاص. كل الخليقه تتوقع فداء. كل الخليقة إن وتتمخض أقول الكتاب المقدس لكن الانسان هو الذي اخطا واخذ وعد بالفداء ونال الفداء بواسطة يسوع المسيح. اسمع ما يقول الكتاب المقدس لانكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تاسيس العالم. قبل ما اخطا الانسان، الله قبل تاسيس العالم كان مدبر وواضع خطه الفداء للانسان. واجمل شيء عندما نكون في السماء مع الرب اللي راحين نساله في كل الابديه ما هذه المحبه؟ هذه المحبه التي افتقدت شخص يحتاج الى الخلاص شخص ظالم شرير فاسق شخص ضال عايش في ظلمه مصيره الهلاك الابدي لكن الله بحث عن الانسان واخذ هذه الزمام المبادره حتى يخلص الانسان من خلال تجسد المسيح ومن خلال فداء المسيح حتى يرجع الانسان الى الصورة الأولى إلى الرتب الأولى إلى الحالة الأولى اللي فقدها الانسان وهذا الشيء مهم جدا أحبائي ندرك عندما ندرك هذه الحقيقة انه أصل الانسان عنده الأصل الإله انه الله نفخ في أنف آدم وصار نفس حية حياة الله في الانسان والا شو اللي بخلي احبائي يعني من فترة بسيطة في شخص توفى عنا بالعيلة شخص كتير عزيز على قلبي ودائما بتواصل وبحكي معاه من لحظات كان بيتكلم كان بيتنفس كان رغم المرض بعد لحظات نفس الجثة نفس الشكل نفس الشيء لكن لا حراك ولا حياة ولا نفس هل فكرت في هذا الامر؟ انا بدعوك انك تشاهد هذا الفيديو القصير وتشوف غباء الانسان شو عم بيعمل اليوم غير مقدر قيمه نفسه وحياته، نفسك في الميزان، اسمع وشاهد هذا الفيديو القصير. من زمان كانوا يمسكون المسيحيين ليتسلوا عليهم بمباريات الجبابره او يطعمونهم للحيوانات المفترسه او حتى ايضا يضيءوا الساحات باشعال اجسادهم كانوا يبيعون الناس او يشترونهم في سوق العبيد كانهم سلعه او بضاعه عشرات الحروب التي حصدت الملايين من نفوس البشر. ما هي قيمة النفس؟ هل إلى هذه الدرجة أصبح الإنسان رخيصاً؟ اليوم يقتلون الناس بإسم الدين. أصبحوا حكاماً وقضاة، بل أصبحوا آلهة يحكمون ويقررون مصير الناس من يحيا أو من يموت. نرى المظاهرات السياسية يروح ضحاياها الآلاف من الناس هل أصبح الإنسان رقماً في سجلات الحكومة؟ نرى حكمات لا تبالي بحياة رعاياها القوي يستغل الضعيف والغني يستبد بالفقير أين العدالة؟ في بعض البلدان ملايين من الأطفال تموت من الجوع بينما في دول أخرى يموتون بامراض متنوعه من كثره الاكل وايضا اصبحوا يهتمون بالحيوانات اكثر من الناس ما هي قيمه النفس اهلا عزيزي المشاهد ما هي قيمه نفسك أنت مخلوق على صورة الله الأصل أنت النفس بتاعك من الله ذاته شيء ثالث أنه أنت إلى قيمة عظيمة جدا 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 لو أدركت أنه هذه القيمة أكيد رح تهتم بنفسك ورح تهتم بأبديتك عارف انت مش بس مخلوق على صوره الله ومش بس انت الاصل تبعك هو من الله نفسك خالده تعرف انه يعني مثل ما قرات في سفر الجامعه لان الانسان ذاهب الى بيته الابدي فيرجع التراب الى الارض كما كان وترجع الروح الى الله الذي أعطاه لاحظ الكلام كما كان لأنه من تراب الأرض يعني هو أصلا جبل الإنسان من تراب الأرض بيرجع للتراب لكن روح لأنه الله نفخ أعطاها فالروح بترجع إلى الله فأنت عندما تولد لن تموت اللي بموت هو الجسد نعم بوقف النفس أمام الناس الجثة خلاص هذا قشرة اللي بتخبئ النفس في الداخل والنفس أبدية لا تموت فعندك حل من اثنين يا بتواجه الله يا بتواجه طبعا الدينونة جهنم النار في كل الحال رح تواجه الله اللي هو رح يحكم عليك سواء أنت في السماء أو في الأرض إيمانك في المسيح خلاص أنت بالحاضر نلت الحياة الأبدية في لحظة بتغمض عينك أنت في حضن الآب أنت موجود في السماء لكن في لحظة بتغمض عينك أنت ما أخدتش المسيح أنت هالك أنت موجود في جهنم النار فالنفس خالدة خالدة يعني النفس لا تموت وعندما قال يسوع المسيح ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه كلمه قويه فداء بتتكلم عن نوع من الشراء يعني بشيء بش... باي شيء ممكن تقايد نفسك قيمتك غاليه جدا اولا في نظر الله الله نفخ في انفك نسمه حياه الله خلقك على صورته وعلى شبهه، الصورة الروحية الادبية، الصورة المنطقية العقلية، الصورة التسلطية السيادة انك تسود لانه انت فيك من طبيعة الله. هذه الصورة الله اعطاك اياها، والاصل بتاعك هو من الله، فمشان هيك انت قيمتك غالية جدا في نظر الله، الله هو اللي أعطاك النفس الله اللي وضع هذه قيمة الإنسان ولا الإنسان شو بيسوى بصراحة ما هو سبعين في المية مية والإنسان لما بيتحلل يعني بعد كم يوم بيبتدي الدود بياكل الإنسان ولو الإنسان أو الفتاة اللي شكلها جميل جدا أو الإنسان لما بموت هيك بصفي تحت التراب وعم بياكلوا الدود اللي بخليه قيمتك النفس اللي نفخه في ادم هذا النفس اللي هو اعطاك حياه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد ايضا بس قيمتك مش بس غاليه في نظر الله قيمتك غاليه في نظر المسيح مثل ما ذكرت الايه لانكم افتديتم لا باشياء تفنى بل بدم كريم معروفا سابقا قبل تأسيس العالم دم المسيح غالي باهظ الثمن كلفت أن المسيح يتخذ جسد ويموت موت بديل عنك وعن حتى يكفر عن خطيتك لأن الله لا يريد أن, أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة الله يريد أن الجميع يخلصون تعرف إرادة الله أنت ما تكونش في جهنم جهنم مكتوب عنها المعدة لإبليس وملائكته لكن لأن الله أعطاك القرار خلقك بصورة العاقلة الصورة أعطاك العقل وأعطاك المشاعر وأعطاك الفكر وأعطاك المنطق وأعطاك التمييز وأعطاك التفكير والإرادة إنك تختار تقرر هذه الإرادة انت اذا قررت مثل ما بقول الكتاب قد جعلت قدامك الحياه والموت البركه واللعنه فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك من بعدك قيمتك غاليه جدا في يسوع المسيح لدرجه انه المسيح ترك السماء واجمات على الارض من اجلك لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لان الله لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا الله بحبك محبه ابديه محبه غير محدوده محبه غير مشروطه احبك بغض النظر رغم خطاياك جاء المسيح في ملء الزمان ومات من اجلك على الصليب لاجل نفسك لانه قيمتك غاليه جدا في نظر الرب آه، الايه اللي قراتها في انجيل متى لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خاف من الذي له السلطان السيادة السلطان انه يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم من هذا اتخاف فاذا الخوف مش ان اللي بيقتلوا الجسد ولا اللي بيهددوا الجسد لما طيب اليوم عم نشوف كثير بيدبحوا مسيحيين مثل ما شفنا بالفيديو والكتير مسيحيين عم بيقتلوا من فتره بسيطه سمعنا عن لاس فيغاس 58 شخص اتقتلوا بشخص بسبب واحد ملبوس عفاريت وشياطين قتل ناس ابرياء فكتير مرات لا ندرك اهميه هذه النفس ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه بإيش الغنى لو ربح العالم كله عندك كل إمكانيات تمتلك كل السفن وبتمتلك كل القصور وبتمتلك كل البيوت وكل السيارات وبتمتلك كل الذهب والألماس وبتمتلك كل الأشياء وبتمتلك حتى أولاد وبنات وعندك ما يعني ما خليتش إشي في الدنيا إلا موجود عندك. شو بقول لك شو الفايدة؟ شو النفع؟ إذا ربحت كل هذا بحطها بكفة ميزان ونفسك في الكفة الأخرى. نفسك وين؟ نفسك وين؟ أنا بصلي إنك تقرر هذا القرار من كل قلبك. قيمتك غالية في نظر الله. قيمتك غالية في نظر المسيح لكن بتعرف كمان شو قيمتك يعني ديش أقول غالي في نظر الشيطان لكن الشيطان مجند كل الدنيا كل الأرواح وكل الشياطين عن طريق الديانات عن طريق الهرطقات والبدع عن طريق الأعمال السحرية عن طريق يعني آآ آآ شو ما بتستخدم الماديه الالحاد التدين بيستخدم كل الامور حتى ايش؟ يحرمك من الابديه بتعرف حبائي الشيطان راح لعند الرب وبتكلم عن ايوب مش لانك اتسيجت حواليه، ايوب كان غالي جدا في نظر الله، قال له طيب بسمح لك بس اوعك تمس نفسه، اخذ كل ما يمتلك لكن ما غيرتش فكره ايوب. شوف شيطان هذا هو الشيطان كان ذاك كذابا وابو الكذاب اول جمله قالها الشيطان احقا قال الله عم بكذب كلام الله فالشيطان كذاب بيكذب على عقول الناس بيقنعهم انه الله عنده طرق كثيره بيقنعهم في امور انت عارف في داخلك في قرارة نفسك في قناعتك من جوا في هيك الزاوية انت عارف انه فيها فراغ وهي الزاوية عم تبحث وعم تطلب الله اوعك تعاند هذا الصوت اللي بسميه الضمير في داخلك بملذات مؤقتة بمتع وقتية بقرارات خاطئة في حياتك في بدع في أعمال سحرية في أي شيء بتحاول تبتعد فيه عن الله اوعك كل اشي بعبر عن جمال الله وعن ابداع الله ما هو خلقنا على صورته عشان نبدع اوعك تفكر انه يعني الشيطان اعطى الصورة انه الله حارمنا الله مش حارمنا الله اعطاك الحياة الابدية من خلال يسوع المسيح قال يسوع لبطرس الرسول سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة أنا قد صليت لكي لا يفنى إيمانك عارف هذا عمل ش... عم بغربل عم بيستخدم الخوف اليوم مكتوب الذين كل حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف تعرف أن الناس خايفة تموت الناس خايفة من الموت تعرف أن الناس خايفة أن تنزل على القبر تكون تحت الأرض خايفة من القبر والأخطر بتعرف أن الناس مع كل المحاولات اللي بتعملها خايفة من الأبدية الأبدية مجهولة في نظرهم نفسهم يعرفوا طب ليه ما تسمع من الشخص الحي اللي هو يسوع المسيح اللي هزم الموت وهو حي إلى أبد الآبدين وفي شخص رجع في هذا الوجود غير يسوع المسيح طب اسمع ليسوع المسيح الذي قال في بيت ابي منازل كثيره والا اني قلت لكم امضي لاعد لكم مكان ومتى مضيت واعددت لكم مكان اتي ارجع يعني اخذكم حيث اكون انا تكونون انتم معي ايضا اني حي انتم ستحيون بدك اكثر من هيك تاكيدات الذي يؤمن بالابن اي بكلمه الله يسوع المسيح له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فالشيطان كذاب الشيطان قتال منذ البدء عم بيقتل عم بيسفك دم الأبرياء أي دين اللي بيقتل الأبرياء أي دين تعرف في الكتاب بيقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك اما انا اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. في رساله بطرس مكتوب عن الشيطان هو اسد كاسد كاسد زائر ملتمسا يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين طبعا بالايمان نخضع لله وبالايمان نغلب الشيطان. إخوتي وأخواتي أنا بدعوك اليوم أنك تقرر ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه إيه اللي ممكن تقايده بنفسك الخالدة الأبدية المخلوقة على صورة الله اللي أصلها من الرب موضوع فداء الرب ومحبة الرب انا بدعوك تفكر اليوم ما بكفي انك تقول انك تعمدت وما بكفي انك تقول انك تناولت وما بكفي انك بتقول انك بتروح على الكنيسه وما بكفي انك عم بتمارس كل هذه اذا فعلا ما في تغيير في حياتك من جوا اذا الروح القدس ما عمل فيك اذا ما كانش لك علاقه مع الرب هذه بتكون كلها اعمال دينيه من غير عمل الروح القدس في قلبك وفي حياتك وعن ماذا تبحث لماذا تبحثون عن أشياء كثيرة يمكن تؤمن بوجود الله وبتقول الله واحد وعم بالدين الديانات الأخرى أو الإيمان الآخر وانت غير مدرك طب خليني أسألك هل تجد في شخصية المسيح شيء بيخجل طب إذا المسيح تكلم في هذه الأمور مش بالمنطق بخليك تفكر انه فعلا عن السبب والهدف لهذا الوجود احبائي ساخذ بعض المكالمات انا بدعوكم لكن انا حابب نحط على على الشاشه مره ثانيه الايه عن ماذا يجد النفع لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه ابقى معي أهلا أعزائي المشاهدين نفسك في الميزان اليوم في صراع شديد على نفسك فمن تختار قرارك واختيارك يحدد مصيرك وبحدد أبديتك فلا تجازف بنفسك ولا تقامر بحياتك خليني أخذ المكالمة الأولى من الأخت فريال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت فريال اهلا بك اخ نزار سلام نعمه المسيح معك ومعك ايضا اهلا وسهلا اخ اخ نزار في سفر رمية اصحاح 31 عدد ثلاثه يقول الوحي الالهي محبه ابديه احببتك من, ج... من اجل ذلك ادمت لك الرحمه الرحمه هي الخلاص هي صليب المسيح فداء المسيح اخ نزار الكتاب المقدس يقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب الرب يسوع المسيح تسعة 99 الخروف ويتبع الخروف واحد ضال حتى ياخذه ويعطينه الحياه الابديه لا توجد حياه ابديه ولا سماء ولا ملكوت ولا خلاص بدون المسيح اخي لسه حادثه الو انا انا معك تفضلي نعم لسه حادثه قبل شهر رجل من يجير هو يعيش في احدى المدن احدى الدول العربيه اخ نزار كان كان حاب يشتري له طائره خاصه يتنقل فيها وانا اعرف هذا الشخص اصابته بدقائق جلطه وناس من المستشفى لما كان مصاب بالجلطه صار يبكي ويأيت مثل الطفل خائف من القبر وخايف من الحفره وين راح يروح بعد ما يموت، لكن يشكر ربنا والهنا، لحقنا له عن طريق بنته شهدته عن الرب يسوع المسيح وخبرته عن الرب يسوع المسيح وقبل الرب يسوع المسيح قبل ما يتوفى بيوم واحد، اليوم الثاني انتقل عند الرب، هو هذا الاله اللي يعطي الخلاص ويعطي الابديه. فيا ريت كل انسان يفكر بأبديته، يفكر بنهايته، لأن هاليوم احنا عايشين، صدقني بعد ساعة أخي نزار ما نعرف ايش راح يصير بينا لكن وين راح تروح يا انسان؟ مثل ما قال الله أين أنت يا آدم؟ هو كان يعرف آدم وين، لكن يسأله أين أنت مني هل أنت قريب مني أم بعيد؟ هل أنت إنسان يطيع الله ويؤمن بقريبه وربه إلهه أم لا؟ هذا المهم نعم. اخي شكرا شكرا جزيلا ربنا يباركك. ربنا يباركك ربنا يباركك شكرا آه ربنا يباركك فعلا اين ستقضي الابديه وانا بحب اكد على على كلام الاخت فريال انا صليت وبصلي كثير مع كثير من الناس بيكونوا على حفة الموت وانا شفت بعيوني الناس اللي عندهم رجاء وعندهم يقين وعندهم أمل فعلا متشبعين بالحياة الأبدية في ناس تانيين واضح بيكون علامات الخوف والقلق على وجوههم بتعرف حتى لما بتصلي معهم بيطلب الرب على حفة الموت بتشوف في إشي تغير حتى في الشكل في شكل الوجه هذه حقيقة كل إنسان سيواجه الرب وتأكد أنه الله بحبك والله محضر سماء جميله جدا لا يخطر على بال ولم تسمع باذن محضر امور للانسان المؤمن يعني امور غير عاديه صعب تتخيلها في عقلك اللي موجود على هذا الارض خليني اخذ مكالمه ثانيه من نعمان من عمان اهلا وسهلا اخ نعمان انت معي على الهواء ايه مرحبا مرحبا اخ اخ ربي باركك ربي يباركك ويباركك يا اخ نعمان اهلا وسهلا أنت جميل جدا و... وانت لك متابعين كثر كثر اكثر ما انت بتتصور صلواتنا دائما معك و... وانت دائما في احشائنا وفي صلواتنا برضه ربي يباركك شكرا كثير أنا عندي مداخلة صغيرة بس بس للإخوة اللي عم يستمعوا من خارج الإيمان نحن نعلم علميا أنه الكرة الأرضية إلها مساحة معينة خلينا نسميها نقول واحد مليون سكوير كيلومتر والشمس حوالي مليون مرة وبعدين في هذه اللي بنسميها الميكي واي المجرة أو الأحرى الثاني وبعدين في حوالي مليار ونص مجرة توازي مجرة اللي تبعنا اللي اسمها درب التباني <applause> هذا الكون الذي نعرفه نحن واكتشف العلم مؤخرا انه في <applause> يعني اكوان متوازية لا حد لها ولا حصل <applause> واللي بدي اقوله للاخوه عم يستمعوا كلهم انه لا توجد حياه الله لم يضع حياه ولم يخلق انسان بكل بكل هالمليارات المليارات من الاكوان والمجرات سوى على هذه الارض لكي يعلم الانسان كم هو غالي عند الله وكم هو ثمين مليارات المجرات ولا في نبض حياه واحد حتى ولا عصفور ولا نبته ولا انسان الا فقط على هذه الارض الانسان لازم يعرف كم هو غالي وكم هو ثمين وكم هي أبدية حياته والروح التي نسخ فيها الله ولذلك يجب أن يسرع من اليوم إلى أن يجد لذاته مخرزا وهذا المخرز لا يكون إلا بالذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة أمين أمين أنا بس حابب أشهد المسيح اللي عم يعني يستمعوا من خارج الإيمان ويعرفوا قديش نفسهم عزيزي وقديش غالي ولك كل الشكر والرب يباركك ويباركك يا نعم. اخ نعمان شكرا جزيلا ربنا يباركك ويكافئك خلينا اخذ مكالمه من ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند ابو مهند انت معانا على الهواء من امبارح المغرب <تكتنق> ابو مهند انت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للأخ نزار شاهين ربي باركك شكرا لأنه ماذا لا ينتفع الإنسان لو وبح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها يقول كاتب سفر الجامعة إن المتعة والغنى وحتى الحكمة لا تعطيك اكتفاء دائماً الرب يسوع ذهب الى ابعد من ذلك حين قال ان الذي يملك يمتلك كل شيء ولكنه لم يعد نفسه للابديه فهو انسان معدم روحيا والتجربه اكبر برهان على ذلك فنحن جميعا بحاجه الى اكثر من متعه وماديات وشهره لنكون مكتفين وراضين خلقنا الله على صورته ومثاله ووضعنا على هذه الأرض لكي نعطيه المجد والإكرام إننا الوحيدين كبشر بين جميع أرد بقدرة التأمل والتفكير فيه والأبدية لأن بستطاع... لأنه باستطاعتنا الاختيار بين الحق والباطل عندما نؤمن أن المسيح مات لخطايانا بخطايانا وأقيم لأجل تبريرنا يعطينا هذا الامر سلاما وطمانينه وتاكيدا على ان خطايانا إيه. نمتلك رجاء القيامة والحياه الابديه وحصولنا على هذه الاشياء إيه ابو مهند الصوت عم بيروح عم بينقطع وحصولنا على هذه الاشياء كافي لكي نحصل على سلام القلب الحقيقي والفرح الذي لا يمكن ان يعبر عنه فهل يا عزيزي وجدت انت هذا الفرح وهذا السلام لتتمتع بهما تمسك بالقيم الابديه بكل قدرتك ولكن لا تفعل كذلك ابو مهند الصوت عم بروح شكرا شكرا لك شكرا جزيلا بعتذر ابو مهند الصوت عم بروح خليني اخذ مكالمه من عباس من الكويت اهلا وسهلا اخوي عباس العافيه رحم الله والديك والدي المستمعين مشاهدينك الكرام تعيش يا حبيبي شكرا أخي عباس شكرا موضوعك الذي لم يحب الله اي انسان ما يحب الله عز وجل لم يجد من يحبه ابدا <applause> الذي لم يحب الله لم يجد من يحبه ابدا حتى والديه هذه من ناحيه المحدث ثانيا اخوي عندي اذا تكرمت عندي سؤالين يعني نسال الناس هذه طيب فضل. ما هو الفرق بين الملحد ها والمسلم العاصي ها المنافق هل المسلم المنافق هو السبب في الحاد هذا الانسان مثلا كثره مصر الحذر الناس هل من جرائم المسلمين هل من ارتكابهم من قتل وقتل الناس الابرياء الناس تعبت عن الدين نهائيا عن الدين نهائيا من كثره جرائم هؤلاء من الازهر هي كبار علماء ام القرى والمراجع الشيعيه هذه واحده الناس تجاوب لي جاوب على هذا السؤال الثاني اخوي اذا تكرم قل لي يرحم لو اذا تكرم نحط برنامج اكرم اباك وامك لكي يطول عمرك شنو على الارض احنا اليوم نشوف بالدول الاوروبيه ما حد فيهم يكرم امه واباه بعد 18 سنه اخوي الناس هذه الشباب هذه تطلع الى الشارع الشارع هذا فيه ذيابه في ناس وحوش داخل الناس الطيبه فهل نقدر ان احنا القساوسه الناس الموجوده طيبة تقول انت يا ابو الولد او ابو البنت لا تسيبون عيالكم سن 18 لان هذا سن المراهقه الشاب هذا لم يطلع بالشارع شو يكون مصيره؟ يصير مصير دمار وبعدين الام والابو جايبين يعني الولد هذا تعبانين عليه علشان يسيبونه بالشارع ولا يخدمونهم نعم. وقت الضيق شكرا لما الأبو او الام تكون مريضه مو لازم الولد يكون عند امه وابوه يساعدهم واللي يحب واللي يرحم والديك تكرم اباك وامك لكي يطول عمرك يعني شنو؟ حسناتك تكثر نعم رزقك يكثر طيب واللي يرحم والديك هذا اللي اطلبه منكم شكرا جزيلا مشكورين الله عليك شكرا جزيلا, جزيلا. اخ عباس ربنا يباركك ومنحبك كثير يا اخ عباس شكرا كثير لك مع انه حديثنا اليوم عن قيمه النفس بس برضه طبعا نستطيع انا عاوز اقول يعني رد سريع عن الفرق بين الملحد والمسلم العاصي يعني في مثلا ممكن يكون فعلا شخص ملحد مخلص فعلا بيثق وممكن يكون شخص ملحد حياته الادبيه كويسه يعني مش عم بيفترع على الناس ولا عم بيظلم في الناس وفي ممكن يكون كمان مسلم عاصي يعني المنافق هذا اخطر شيء ممكن بيستخدم الدين وهو بيكون شخص مرائي أو شخص منافق في الدين خلينا نقول يا أخ عباس بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للمسيح بغض النظر فيش إشي اسمه عنده مسيحي مسلم ملحد بوذي الرب عنده ديانة وحدة إما أنت بتكون في المسيح أو بتكون خارج المسيح في المسيحية ما فيش إشي اسمه أصلا ديانة اما بكون عندك علاقه حيه بالرب او انك بتحاول تتبع شويه تعاليم ووصايا وفرائض وكل الاشياء اللي بتشوفها في الدين الرب حط اساس واضح في الكتاب المقدس لا نخرج عن هذا المسار انه موضوع الايمان هو يسوع المسيح خارج عن هذا الموضوع بكل احترام وبكل ادب طبعا انا مش ضد لا ملحد ولا مسلم ولا منافق او غير منافق، اذا انت ما كنتش في المسيح وما امنتش في المسيح لن ترى حياه، يقول الكتاب المقدس. وبالنسبه لموضوع اكرم اباك وامك، على فكره يا اخ عباس احنا بنعمه الرب عم نشتغل على سلسله اللي هي بتتكلم عن العظه على الجبل ورح نعالج هذه القضيه. لكن الكتاب المقدس يقول بكل بساطة اكرم أباك وأمك في الوصايا العشر في سفر الخروج وتكررت في الرسائل بولس إلى أفسس وإلى كولوسي وطبعا اتكررت بسفر الأمثال بشكل أو بآخر وصفحات عديدة بالكتاب المقدس وفي المتاوس بيتكلم عن آخر الأيام اللي بيكون بلا حنوه يعني ما فيش هاي الحنية اللي بتتكلم عنها اليوم أنا بصلي إذا في شباب بيسمعونا فعلا أنه يلتجئوا للرب لأن الكتاب واضح بقول أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير إذا فعلا بدك تشوف خير بدك تشوف بركة وبدك تشوف نجاح بقول أكرم أباك وأمك تعرف أنا بتذكر أهلينا كانوا يعلمونا يا رضا الله والوالدين وطبعا الكتاب المقدس بيتكلم عن عقاب عدم إكرام الوالدين حتى بقول لك لكي تطول أيامك على الأرض يعني في كتير اليوم شباب عم تمرض وعم تتأذى بسبب أنه بكل بساطة عم تعصى الوالدين لكن هذا موضوع ممكن نعالجه في حلقة أخرى يا أخ عباس أنا عاوز أقول في الختام أحبائي أنه إحنا فعلا مخلوقين على صورة الله وشبهه يعني الصورة الأدبية الصورة الروحية الله بحبك الله فعلا يعني أعطى كل ما عنده أعطى ابنه الغالي الثمين الفداء من أجلك ومن أجلي وأنه فعلا في في عدو اللي هو اسمه الشيطان عم بيطالب بنفسك عدو الخير عم بيسعى حتى يهلكك حتى يدمر حياتك في التجارب في الالام في في الصراعات في الظروف الصعبه في القهر في الظلم في البؤس في الجهل في الشقاء في الظلم في العبوديه في العمى الروحي تعرف احبائي المعرفه الكتابيه بتقودنا الى يسوع المسيح بقول ان كان انجيلنا مكتوم يعني مش واضح مش مبين غامض لا أي واحد بقول يعني مكتوما في الهالكين ليه؟ لأن إله هذا الدهر الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله تعرف أن الرب يسوع المسيح عاوز نفسك عاوز حياتك أعطني قلبك أعطني حياتك وعندما تعترف بخطيتك وعندما تتوب عن الخطية وعندما تؤمن بيسوع المسيح تقول له يا رب أنا عاوزك تسود على حياتي سامحني ارحمني أنا الخاطئ فيك تردد هاي الكلمات على فكرة ممكن أسألك بتحب اليوم إنه يكون اسمك مكتوب في سفر الحياة ممكن أشوف إيدك مرفوعة إذا فعلا هاي الطلبة من كل قلبك تأكد قل له يا رب ارحمني سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم اعترف له, قل له أنا بعترف بخطاياي توب عنها تحول عنها وحط ثقتك في يسوع المسيح قل له يا رب أنت مخلصة سود على حياتي وعندها أنت بتضمن أبديتك ونفسك في الحياة الأبدية الرب يباركك وبحب اسمع منك